طيب حاليا احنا في create part 2. انشفنا الفورم بتاعنا. اوكي عندنا مشكله بسيطه في الفورم، لو عملنا submit ما بيعمل submit للداتا بتاعتنا. طيب عاوزين نحل المشكله دي، نيجي للبوك كرييت بتاعتنا، نلقى عندنا في البوتوم عندنا 2 بوتون. اوكي ده البوتون اللي احنا محتاجينه، اوكي اللي هو ده. تمام بنغير التايب بتاعه من بوتون ل submit، طالما هو داخل الفورم فهيعمل submit للداتا المارجة من الفورم. اوكي تمام. فحاليا لو عملنا ريفريش وقلنا نيو بوتون، اجي نعمل سيف تشينج، زي ما شايفين هو بيقول لي this field is required، معناتها هو حيعمل submit. كمان نغير النيم بتاعه بسرعة كده، هنقول add book. اوكي تمام close refresh. تمام بعد كده محتاجين نعمل سيف للداتا الخارجة من الفورم، عاوزين نعمل هاندل اول حاجة للموضوع ده في الفيوز بتاعتنا بتاعت الجانجو. اوكي طيب في البداية هنعرف سميه داتا، هنسنده ل empty dictionary. اوكي تمام هنقول if form if request عفوا dot method equal to بوست، لو الريكوست الجاي من الفيوز بتاعتنا دي هي بوست او الدخل عليها هي بوست. اوكي هنقول الفورم اوكي ريكوست دوت بوست، ده بيعني ان الفورم بتاعنا في داتا جوا. اوكي هنقول اف فورم دوت از اندرسكور فاليد. اوكي هنقول فورم دوت سيف، يعني احفظ لي الداتا اللي في الفورم دي. الفورم دوت از فاليد، يعني لو البيانات جايه مع الفورم دي هل هي سليمه او لا. بعد كده هنقول داتا، هنمرر فاريبل صغير جوا هنسميه فورم اندرسكور از اندرسكور فاليد، هنقول ده ايكوال تو ترو، ده في حاله الداتا بتاعتنا valid. اوكي else لو الداتا بتاعتنا مش valid هنقول ال variable بتاعنا هو equal to false. اوكي اللي هو form dot is valid. تمام else لو الريكوست الجاية من الفيو ما بوست هنقول form equal to book form وهو empty من دون اي data. كمان فضل نعدل على variable بتاعنا، هنقول data و html underscore form، بدل نمرر ال html form هنمرر ال variable بتاعنا اللي هو data. اوكي طبعا هو empty dictionary فبيبدا يضيف ال variables دي داخله، لما نمرر الداتا فهو بيمرر dictionary في ال html form والform dot is valid. تمام طيب بعد كده هنمشي نعمل handle للكلام ده في ال ajax request بتاعتنا دي. ال function الاولى بتاعتنا زي ما شايفين تنتهي هنا. اوكي طيب هنعمل ال function بتاعتنا الثاني. طيب في النورمال بتاع ال save form داخل ال عن طريق ال ajax فنحن بنعمل select للفورم نفسه. اوكي حنيجي نشوف الفورم بتاعنا اسمه الكلاس بتاعه اسمه create form. طيب فهنا عندنا مشكلة لانه الفورم هو في صفحة منفصلة، وحاليا الصفحة اللي بتظهر عندنا هي البوك ليست، فمحتاجين نحدد ال id بتاعنا اللي اسمه model book. خلينا نشوف كيف حنعمل الفانكشن بتاعتنا. طيب في البداية حنيجي نقول له ال id model book dot on submit كما ال class بتاع الفورم بتاعنا اللي هو create form، عداك عمل لي الفانكشن التالية. الحصل شنو؟ قلت له باختصار ال id اللي اسمه model form model book. اوكي انا اكون الفاتح الموديل بوك اللي هو ده. اوكي لو حصل اي submit اوكي لل create form فاعمل call back للفانكشن دي. طيب داخل الكول الفانكشن دي هيحصل شنو؟ حاليا نقول دوت اجاكس هيكون عندنا كول فانكشن
اللي هي بتاعة الأجاكس أو الكول باك فانكشن بتاعة الأجاكس. أوكي، ففي البداية هنقول أول هنعرف variable هنسميه var equal to form. هنعرف var اسمه form، عفوا مش equal to form، وهنسنده ل this. this يعني هي خاصة بالفانكشن الحالي او الكلاس الحاليا هو موجود فيه، فthis بتشير له، يعني حاليا نحنا بنحدد ال create form. اوكي، هنقول ال url الخاص بالAjax call بتاعتنا هو في ال form dot atter او ال attribute بتاعتنا اللي هي already حددناها في بداية الفيديو الفات اللي هي data url. اوكي، بعد كده الداتا ذات نفسها هي form dot serialize. اوكي، طبعا دي اسلم طريقة عشان نحصل على كل البيانات الجاية من الفورم. هنقول التايب طريقة الارسال، اوكي، هنقول هي equal to form dot atter هي كوما مش dot atter، هنقول اللي هي equal to الميثود اتر يعني الاتريبيوت الخاصة بالفورم بتاعنا اللي هو بيعمل ريفرنس للكرييت فورم، طبعا هي الميثود والميثود بتاعتنا هي بوست. اوكي، بعد كده الداتا تايب نوع البيانات هيكون جيسون. اوكي، كده هنجي للاف سكسس انشئ لي الفونكشن دي. اوكي، ومرر لها الداتا بتاعتنا، هنجي نقول if data dot is dot form underscore is valid. اوكي، لو الداتا بتاعتنا هي valid حاجة اقول له console. حاليا حاليا ما الكونسول هنضح حاجة في الكونسول بتاعتنا console dot log، نقول مثلا data is saved. اوكي، مثلا else هقول له الموديل. اوكي، هعمل ريفرش للدوم بتاعي model book dot dot model content dot html. اوكي، لما انا اقول اعمل ريفرش للدوم بعني انه عمل ريفرش لل HTML بتاعتي تحديدا. اوكي، او محتوى ال HTML، هقول له HTML form. وين نهاية الفانكشن بتاعتي؟ هي دي نهاية الفانكشن، فقبلها هقول له return false. اوكي، دي الAjax call بتاعتي ودي الفانكشن بتاعتي الخاصة بعملية حفظ البيانات. طيب هيا اعمل ريفريش. اوكي، افتح الكونسول، اكد انه ما في اي اخطاء في الجافا سكريبت، هيا اعمل كليك على الفورم عشان اضيف بعدها واعمل لها سيف. هيا اقول book 1 الببلش ديت والاوثر هقول مهدي احمد، وبعد كده البرايس 123 والبيج هنقول مثلا 200 صفحة وهو اي بوك. تمام، هنجي نعمل اد بوك، زي ما شايفين اداني داتا از سيف. نعمل كلوز. اوكي، نجي نعمل ريفرش، زي ما شايفين عمل اد للايتم اللي نحنا اضفناه. بكده نكون نحنا انتهينا من الكرييت. ان شاء الله في الدرس اللي بعده هنمشي لعملية الابديت. السلام عليكم.